رددي أياتها الدنيا نشيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم أيها المشاهدون الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفي لقاء يتجدد مع هذه الحملة المباركة، حملة إعادة الأمل، والتي نقدمها لكم على الهواء مباشرة في هذا التوقيت، والذي نستضيف فيها في هذه الليلة الأستاذ زايد جابر الكاتب والباحث اليمني، لنناقش معه آخر تطورات في المشهد اليمني، المشهد السياسي والعسكري، ونتائج مشاورات جنيف، وأيضا ذكرى المولد النبوي التي يتم استغلالها بدرجة يعني سيئة من قبل جماعة الحوثي. أستاذ زايد مساء الخير ومرحبا بك مجددا. أهلا وسهلا، حياكم الله. نبدأ من الواقع الميداني الذي هو من المفترض أن أنه هو الذي سيحسم الأمر في الواقع. ما هي القراءة الأولية لمسار المعركة، لمسار التغيرات، الانتصارات التي حدثت في الجوف، والتقدم السريع الذي تزامن مع المشاورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إن شاء الله تعالى أن هذه المؤشرات أنها يعني بداية للوصول إلى صنعاء بإذن الله. يعني حقيقة فتح الجبهة الشمالية كان أمرا بالغ الأهمية. ربما خلال الأشهر الماضية كانت الأنظار كلها متجهة نحو تعز، والتي لا زالت يعني مشكلتها قائمة والحصار عليها قائم، لكن كان الحوثيون ينطلقون باعتبار، والبعض يردد أن الشمال وشمال الشمال بالكامل وكأنه أصبح حاضنة شعبية. ويعني حقيقة هذه المناطق ربما يعني أنها عانت أكثر من أي مناطق أخرى في اليمن. هناك مقاومة متوثبة ويعني منتظرة ساعة الصفر للخروج من هذا الاضطهاد والعودة. يعني الحقيقة أنه الآن المقاومة الشعبية وفي المناطق التي تحررت والمناطق التي لا زالت يعني تنتظر تحريرها من هذه العصابة، يعود الناس إلى منازلهم، الناس يعودون إلى بيوتهم، هناك بالآلاف مشردين من منازلهم، من قراهم، من مدنهم. يعني جبهة الجوف هي جبهة مهمة، ويعني ربما مفارقاتها مع جنيف أنها سقطت بيد العصابات في جنيف، مفاوضات جنيف واحد، والآن تم استعادتها والحمد لله. هناك تحرك الآن نحو صنعاء، لكن أيضا ربما الناس من يعني شغفهم بالنصر وانتظارهم الطويل، يعني الأخبار تتحدث عن سقوط سريع، ويعني ربما بعضهم يتحدث أنهما أصبحت الآن صنعاء قاب قوسين. أنا أقول المسألة ليست بهذه البساطة، لا، يعني نحن نتوقع أنها ستكون هناك تضحيات ومقاومة كبيرة، ويعني أيضا الحوثي وصالح لن يسلموا بسهولة، وهذه المناطق فيها معسكرات كبيرة، معسكرات من الحرس الجمهوري، وفيها شحن وتوزيع أسلحة، ويعني أقصد الحوثي لم يكن يغفل أنهم أنها ست يعني ستثور عليه في يوم من الأيام، ولذلك كان يعني مستعد وصالح، وبالتالي المقاومة والجيش الوطني مهيئ نفسه لهذا يعني لهذه المواجهات. هناك خطة تمضي كما هو معلوم. الجميل فيها أيضا أن هناك جيش وطني خلال الفترة الماضية، يعني كان هناك تدريب لألوية، لعدد من الألوية والكتائب العسكرية في الجيش الشرعي، والمقاومة أيضا مع الجيش الوطني، وسيتم دمجها، لأن هذه مسألة مهمة جدا. حتى وإن تأخرت المقاومة، يعني نحن لا نريد أن نقضي على عصابات الحوثي وصالح ثم نواجه مشكلة جماعات مسلحة متناثرة متقاتلة متصارعة كما كان الشام في ليبيا. يعني هذا أمر يجب أن يحسم من الآن. لدينا مقاومة، لدينا جيش وطني معد الآن يتبع قيادة شرعية، حتى المقاومة يتم دمجها بالجيش الوطني. يعني الأمور تمضي نحو استعادة الدولة، كفى عبثا مع هذه مع الجماعات، و الأمور تمضي بهذا الاتجاه. طيب، هل من دلالة لهذا المعركة الحاسمة التي تقول أنها أصلا ليست حاسمة لأن الناس متعطشين للانتصار، هذه حقيقة، لكن هل من دلالة لسر التزامن مع الجوف
مع المشاورات جنيف؟ يعني هل كان هناك رسالة أرادت الحكومة، أرادت المقاومة والجيش الوطني أن توصلها لطرف ما بأننا قادرون على الحسم؟ يعني هو الحقيقة الحكومة والجيش الوطني والمقاومة يقولون أن الحوثي هو من اخترق وقف إطلاق النار، لأنه الحكومة أعلنت والرئيس دعا إلى هدنة لمدة أسبوع تجدد، والحوثيون لم يوقفوا اعتداءهم، ظل الضرب قائما في تعز في أكثر من جهة، وبالتالي المقاومة لا ترى نفسها ملزمة بهدنة من طرف واحد، فهي تحركت. طبعا الخطط العسكرية ليست مرتبطة بجنيف، يعني الناس صحيح أنه المقاومة أعلنت وأصدرت بيانات في أكثر من مكان رفضها لهذه المشاورة أنها لا يعنيها القضية، يعني هي الآن تقاتل من أجل تحرير هذه المناطق التي احتلتها الميليشيات وعاثت فيها فسادا، ومن أجل استعادة الشرعية واستعادة الدولة. هناك مفاوضات سياسية بدعم دولي تدور حول آليات تنفيذ القرار الدولي 22/16 الذي ينص على تحقيق نفس الأهداف التي تسعى المقاومة لتحقيقها. فإذا ما حققت هذه المفاوضات الهدف الذي تناضل من أجله المقاومة فكفى الله المؤمنين القتال، ما لم هم ماضين لن يربطوا بقاءهم أو مقاتلة أو قتالهم بمفاوضات يعلمون يقينا أنها لن تأتي بنتيجة، لأن يعني الحوثيون ليسوا يعني نكثهم للاتفاقات والعهود، ويعني ليس أمر جديد، والذي يتوهم أنهم ممكن أن يأتوا إلى جنيف فيسلموا ويعودوا يعني هذا يعيش في أحلام يعني. ولهذا المقاومة ماضية في هذا الطريق، لكن لو كانت هناك نية جادة وبدأت خطوات فعلية سيتوقفون، لأنهم أيضا المقاومة والجيش الوطني يتلقون توجيهاتهم من الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي هو من أعلن الهدنة، لكنها أيضا مشروطة في حال وافق الطرف الآخر وهو لم يحقق أي شيء، وبالتالي يعني ربما الحوثي كان يريد، هو كثف ضغوطه في تعز، كان يريد أن تأتي المفاوضات وقد حقق إنجازا في تعز بحيث يستطيع أن يملي شروطه على الطاولة وقد وضع يده على الأرض، لكن الصفعة جاءت له من حيث لا يحتسب، فقد من الشمال فقد مناطق جديدة ولم يستطع أن يحقق سواء قتل المدنيين والأبرياء وزيادة معاناة الناس في تعز، لم يحقق شيئا في حين فقد مناطق كبيرة ومعسكرات وأسلحة وغيرها في الشمال. أقصد من جهة أخرى الرسالة التي أرادت الحكومة والتحالف أن يقدمها سواء المجتمع الدولي أو الحوثيين أننا قادرون أن نحسم سريعا من خلال، وأننا ماضون أيضا في الحسم، هل يعني أن هناك وجود إمكانية وجيش ومقاومة قادرة على الحسم وأن هذا التأخير يحدث لسبب أو لآخر؟ أكيد يعني قادرة، هي قادرة، وإن كانت الكلفة كبيرة وإن كان الزمن أيضا قد يستغرق وقتا، لكن في الأخير أنت أمام هناك إرادة شعبية للتحرر، هناك مقاومة يعني متوثبة وقادرة وقائمة في الأرض، هناك جيش وطني يدرب، هناك دعم دولي وتحالف عربي من 10 دول، يعني عوامل النصر متوفرة أيضا، والمبررات قائمة، الحوثي لا زال يعيث في الأرض فسادا، لا زال يعني يدمر الدولة يوما بعد يوم. أقول ربما خلال عام من هذه التجربة المريرة هي كافية لأن يصبح الشعب اليمني كله مقاومة، لكن البعض يقول مثلا لماذا ظهرت المقاومة؟ لم تكن غائبة، هي موجودة حتى في هذه المناطق، حتى في العاصمة نفسها، لكنهم يتحركون ضمن خطة أيضا، يعني الحوثيون يحكمون قبضتهم على العاصمة صنعاء مثلا، أي تحرك الآن ولا زالت قوى المقاومة والجيش الوطني بعيدا قد صحيح. يقوم بسحقها صحيح. ومعنا تجربة يعني في أرحب عندما أرادوا أن ينتفضوا، يعني هي نقطة في محيط كله معسكرات الحرس ومعسكرات يعني المخلوع وميليشيات الحوثي، كان الانتقام كبيرا، دمروا البيوت، دمروا المساجد، دمروا الناس. الآن يعني هناك جزء كبير منهم مقاومة، كان يحدث تدريب في الحدود ومعسكرات كبيرة وألوية جاهزة، هناك مقاومة أيضا، شكل المجلس الأعلى للمقاومة أزال
يتواصل مع كثير من المشايخ، ثم يبدأ التحرك الآن يعني في مفرق الجوف، تجاوز نقطة الجوف، أيضا في مارب الأمور تتجه نحو خولان، نحو فرضت نهم، وهو يعني الذي يسيطر عليه سيخنق صنعاء ويسيطر على صنعاء، يعني الأمور ماضية بالاتجاه نحو صنعاء. أعتقد يعني عندما يتم تجاوز هذه العقبات يعني والمحيط القبلي المحيط بالعاصمة صنعاء، ستحدث تغيرات ربما من الداخل قد تجنب حتى صنعاء معركة كبيرة من الخارج، لكن الأمر مرتبط يعني باستراتيجية واضحة، بخطة عسكرية، بتعاون، وأعتقد أن الأمور ماضية بهذا الاتجاه. الكثير يتحدثون أنه بناء على هذه الانتصارات والتقدم الكبير للجيش والمقاومة، هل من الممكن أن هذه النقلة النوعية للشرعية أن تعطي ربما خط رجع الكثير من المغرر بهم، الكثير من الذين اندفعوا والذين انساقوا وراء هذا المشروع، سواء من أنصار علي عبد الله صالح أو من أنصار المخلوع صالح، عندما يرون أنه الواقع أصبح يعني أمر واقعي، الشرعية ستعود حتما وواقعا؟ بكل تأكيد، يعني أنا أقول وإن كانت الأمور فيها بطء نوعا ما، يعني في جنيف واحد كان هناك يعني لم يكن هناك أرض للشرعية، كانوا حتى المناطق التي كانت مسيطرة عليها سقطت، لأن الجوف يعني هي كانت بيد المقاومة. صحيح. أصلا كان الوضع أكثر مأساوية. الآن يعني جاءت المفاوضات في جنيف 2 والشرعية وجدت لها موطئ قدم، الرئيس موجود على الأرض في عدن، محافظات ومدن تتحرر، يعني الأمور الناس بدأوا يشعروا بالفعل أن يعني الانقلاب إلى زوال، لكنهم بحاجة إلى خطوات أكثر تطمينية يعني من جانب الشرعية للناس، يعني أنه لن يكون هناك انتقام. وأنا أقول ربما انتصار الجوف قدم يعني نموذجا رائعا لما ينبغي أن تكون عليها المقاومة والجيش الوطني ولأخلاق يعني الحروب، وهي أخلاق إسلامية وعروبية، وحتى يعني الحروب الحديثة يعني ليست كالهمجية التي يقوم بها الحوثيون، لم يفجروا بيتا رغم أن بيوتهم تم تفجيرها، لم يحدث انتقام، لم يعني من الذي تعاون أو ما إلى ذلك، يعني باستثناء أنا أقول يفترض أن الحكومة، وأتوقع أن يحدث ذلك، أنها ستعطي عفوا للمغرر بهم، لمن سيعلن انضمامه ويعود إلى الشرعية، باستثناء المجرمين الذين تلطخت أيديهم بالدماء والذين قادوا الناس إلى هذه المهلكة، ويعني هؤلاء يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة وأن يقول القضاء فيهم حكمه. لكن في الأخير منطقة الدولة غير منطقة العصابة، غير منطقة الميليشيا، يعني الميليشيا تتحرك بمنطقة الرعب، عندما يصلوا أي منطقة يقومون بتفجير البيوت وتدمير حتى المساجد ودور القرآن، يعني هم يريدون أن يبثوا الرعب من أجل أن الناس تخاف أن تقف ضدهم، في حين أن منطقة الدولة يختلف، هو يأتي لتطمين الناس، لأن الدولة هي إطار الناس جميعا، والناس شعروا كم كانت خسارتهم فادحة عندما سقطت هذه الدولة على ضعفها، يعني الناس لم يكونوا راضين على أداء الدولة وعلى، لكن في الأخير تظل الدولة هي ملاذ الناس جميعا، الناس يريدون إصلاحات لكنهم يحكمون بدولة وليس بمنطق عصابة. يعني تصور اليوم يعني حتى المناسبات الدينية وربما سنتكلم عنها أصبحت عبئا على الناس. صحيح. يعني ميليشيا لا ترى يتم أخذ الإتاوات، نعم، لا ترى أنها ملزمة أمام الناس بشيء، يعني الناس يعانون ولا زالوا يكلفون، وهي صورة من صور الإمامة. طيب. الحكم الإمامي كان هكذا عبر التاريخ، ليس فيه أي شيء يقدم للناس إلا ما أخذ منه. موضوع الإمامة قصدي موضوع المولد النبوي سنناقشه بدرجة تفصيلية، لكن الآن نشاهد هذا المقطع من دخول المقاومة الشعبية والجيش الوطني لمدينة الجوف وتحديدا مركز المحافظة. الله حيل الله.
إن شاء الله. الدبائب وإحنا دي إن شاء الله. زليناكم تو الغيب زلينا ما تبقى الحسن بن علي عبكر قاعد واليوم احنا بيت وهذا لا جميع البيوت اخوانه واولاده الله اكبر الله الحمد الله اكبر الله الحمد الله اكبر الله الحمد شوف البيوت هذا علي حسن ابطر تستدين هذا البرد عاد واحد هنا بسم الله الرحمن الرحيم تم تحرير محافظة الجوف ودخول الجيش قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالأمس وتم دحر الميليشيات الانقلابية منها وتم تطهير المحافظة بكاملها وتأمين مديرية الحزم وتأمين كل مداخلها ومنافذها وأصبحت خالية من كل الانقلابيين وقواتنا الآن متمركزة غرب قرية العايض وغرب جبال سدبة وفي منطقة الغيل لا زالت مواجهات وبإذن الله عز وجل متوقفين وعندما تأتينا التوجيهات العسكرية سنواصل بإذن الله إلى مديرية المدن القمة والزاهر والمراشي حتى يتم تطهير آخر شبر من محافظة الجوف ومن كل اليمن بإذن الله عز وجل. حياكم الله مشاهدين الكرام. كان هذا مشهد من موقعة دخول مدينة الجوف بعد تحريرها واستعادتها لأهلها. هؤلاء الذين عادوا كانوا مشردون وخرجوا من أراضيهم وبيوتهم ومنازلهم وصراحة مشهد يعني عظيم عندما يعود المشردون إلى منازلهم بلهفة وشوق. ربما أترك الأستاذ زايد التعليق على هذا المشهد البسيط. يعني كما قلت لك يعني الناس هناك فرق بين من كان يقاتل ليشرد الناس من منازلهم وبين من يقاتل ليعود من أجل يعود إلى بيته إلى بلده من أجل أن يعود الأمن والاستقرار والدولة. هناك فرق شاسع يعني. ولهذا أنا أقول هذه المناطق يعني هي مؤهلة يعني وعوامل النصر فيها بقوة جدا لأن هناك الآلاف هم هؤلاء الذين يعني المشردين من ديارهم هم قوام المقاومة الوطنية والجيش الوطني. هؤلاء يقاتلون يعني بدافع أكبر حتى ممن يقاتل من أجل فقط استعادة الدولة. هذا يريد هذا أخرج من دياره ظلما. الآخرين معتدين ولهذا مهما بدت قوتهم وعنجهيتهم إلا أنهم يعني لا يمتلكون تلك
يعني القوة الأخلاقية والقيمية التي تمكنهم من الصمود أكثر في مثل هذه المناطق. ولهذا لاحظنا بمعركة الجوف لم تكن يعني لم يقف لم يكن صمودهم قويا، ربما تليلها بقدر قليل من الخسائر، ونتمنى يعني أن يحدث ذلك في المناطق الأخرى. لكن كما قلت لك الأمر مرتبط أيضا بقرار يعني سياسي، بقرار عسكري شامل، لأن المسألة يعني نحن الآن أمام معركة تحرير، ليست فقط مجرد أناس يقاتلون في كل منطقة متى ما أرادوا متى ما شاءوا، هناك خطة ينبغي أن تمضي بهذا الطريق، لأنه أحيانا هناك دوافع في منطقة معينة للناس واندفاع قد لا تكون ضمن خطة التحرير وقتها الآن، وبالتالي قد يدفعوا ثمنا كبيرا. ولهذا استفاد الناس من التجارب السابقة، وأعتقد أن الأمور الآن تمضي بخطة كما هو مخطط لها. طبعا قبل يومين ولقاطتك أحد قادة المقاومة في الجوف تحدث إلينا في هذا البرنامج وقال نحن متوقفون بعد تحرير الجوف من أجل أن مستعدون لكي نتلقى التعليمات العسكرية من القيادة العسكرية. نعم نعم. هل نستطيع أن نقول أن الجيش، قيادة الجيش، الحكومة، الرئاسة يعني لديهم القدرة على السيطرة على هذا الدافع، دافع المقاوم، دافع المواطن الذي هجر من بيته والآن أصبح من رجال المقاومة ويريد بشغف أن يعود إلى مدينته؟ نعم، هي المسألة، نحن هنا أمام، صحيح هناك دوافع كما قلنا ذاتية لهؤلاء، لكن في الأخير هم يعملون ضمن إطار الشرعية، ويعني هنا الفارق، لابد من قيادة، يعني هم يحتكمون إلى قيادة. وأنا أقول لك لو لم يكونوا ضمن خطة مثلا كان اندفعوا من سابق، يعني هناك أناس الآن موجودين ومقاومة موجودة وهنا تتلقى تدريبات وهناك معسكرات مفتوحة، لكن قضية التحرك مرتبطة بقرار. أيضا المسألة ليست مسألة أن كل مجموعة أو هذه اللواء مطلوب منهم مثلا تحرير الجوف وكفى، المسألة الناس يتحركون لتحرير اليمن، صحيح. يعني سيكون مطلوب من هؤلاء أيضا أن يتحركون إلى صعدة، أن يتحركون إلى صنعاء، لكن ضمن خطة، يعني في وقته وحينه، يعني ضمن حركة تحرير شامل. يعني هذه الجميع يتعطش الآن، وإن كان أهل الجوف يقولون سنحرر حتى آخر شبر في الجوف وفي اليمن أيضا، لن يتوقفوا عند هذه النقطة فقط، سيتحركوا باسم الجيش الوطني، لأن هناك فارق، يعني الحرب ليست مناطقية، يعني الحوثي وهو عصابة وهو ميليشيا طائفية سلالية عنصرية يتحرك ويحاول أن يتحرك باسم اليمن، يعني من باب أولى الجيش واللجان الشعبية، يعني من باب أولى للمقاومة. وعلى فكرة المسألة يعني ليست مناطقية كما يتصور الناس، وإن أصبحنا نطلق مقاومة مارب، مقاومة الجوف، لكنك ستلاحظ الشهداء الذين يسقطون في وسقطوا دفاعا عن مارب من أنحاء اليمن، وأيضا حتى في الجوف، ويعني في كل مكان هم من كل اليمن، ويعني الجيش الوطني الآن هو من كل اليمن أيضا، يعني والمعركة معركة اليمن، معركة استعادة الدولة واستعادة الجمهورية، يعني لا تخص منطقة دون أخرى، وإنما هي معركة وطنية على مستوى التراب الوطني. طيب الآن ما هي التحديات برأيك التي تقف أمام المقاومة بشكل عام في المناطق التي يتم تحريرها؟ هناك مأرب أصبحت نموذج جيد بالنسبة للكثير، تم تحريرها وأصبحت نوعا ما نموذج يحتذى به. الآن الجوف بدأت على غرار عدن التي حدثت إشكاليات كثيرة ما بعد التحرير، ما هو المطلوب ما بعد التحرير؟ يعني ربما يعني ما حدث في عدن لم يكن يعطي صورة إيجابية لما كان ينبغي أن يتم، خصوصا أن عدن هي العاصمة المؤقتة وإليها عاد رئيس الجمهورية. أعتقد التحدي الأمني هذا أول التحديات، يعني هو غالبا ما تحدث في مثل هذه الحروب أن تنشأ، وخصوصا عندما تكون هناك مقاومات وهبات شعبية، صحيح. غير منظمة، تنشأ جماعات تمتلك سلاح، يعني بعد التحرير ترى أن لها استحقاقا وأن هناك من تجاوزها، لهذا كان القرار بداية المقاومة أنه يتم دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني. يعني أعتقد أن أي تلك أو تأخر بتحقيق هذا الهدف يعني ستكون عواقبه وخيمة. ما حدث في عدن كان هناك تقصير، هناك يعني تباطؤ في حل هذه الإشكالية،
يعني ربما لا زالت حتى اللحظة، وإن كنا نأمل أن التعيينات الأخيرة يعني ستحل هذه الإشكاليات، يعني أدت في الأخير إلى اغتيال المحافظ، إلى محاولة تفجير مقر الحكومة بمن فيها، إلى يعني جماعات تسرح وتمرح وتعمل نقاط وتتقطع وتعاقب الناس. يعني هذه فوضى عندما تنشأ هذه الجماعات، حتى وإن كانت يعني مقاومة وإن قاتلت في الأخير نحن لا نريد أن نتخلص من ميليشيا لندخل إشكالية مع ميليشيا أخرى. يعني بعد التحرير يجب أن تسلم الأمر يعني ويتم دمج هؤلاء. نحن لا نقول هؤلاء الذين ضحوا وقاوموا اليمن مدين لهم والدولة يعني مدين لهم، يتم استيعابهم ضمن الجهاز العسكري والأمني للدولة، يتم معالجة قضية الجرحى، رواتب هؤلاء. يعني هناك إشكاليات كبيرة قد يعني تكون نتائجها لا تحمد عقبها، نحن نتمنى. طبعا مأرب ظلت السلطة المحلية، وهذه إيجابية ربما لم تحدث، يعني السلطة المحلية المحافظ من يقود المقاومة هم رجال الدولة أيضا وهم مع الشرعية، لم يحدث مثل هذا الفراغ الذي حدث في أكثر من منطقة، هو نموذج جيد ويجب أن يكون كذلك في أكثر من منطقة. ما حدث أيضا في الجوف، المقاومة سلموا السلاح والمعسكر أيضا بعد ما دخلوا المعسكرات التي سيطرت عليها والميليشيات، وأيضا حتى مركز المديريات تسلم للدولة. نحن نريد الدولة هي البديل، الدولة هي التي يسعى الناس لا يسعون الآن من أجل استبعاد ميليشيا الحوثي بميليشيا أخرى، الناس يسعون لعودة الدولة، والدولة هي دولة الجميع، وهؤلاء المقاومة الوطنية ومن ثبت يعني خيانتهم لمشروع الدولة ووقوفهم مع الميليشيا يتم التعامل معهم واستبعادهم، ويعني تتعامل معهم الدولة. أنا أتمنى يعني هو هناك بطء ربما في هذه الإجراءات، والنموذج كان في عدن، ويعني كنا نتمنى الآن بالتعيينات الجديدة أن يتم تلافي ما حدث سابقا من أجل تقديم نموذج، لأن الفراغ الذي حدث في عدن وفي بعض مناطق الجنوب التي تم تحريرها بالسابق هي ما يتشبث به هؤلاء الانقلابيين أمام الخارج، وأيضا أمام تثبيط الناس في بقية المناطق من أجل الثورة ضدهم. انظروا ماذا حدث هنا، انظروا يعني الناس بدأوا يبحثوا عن الأمن، يعني نموذج يجب أن يكون نموذج. ما الذي يختلف عن حكم الميليشيا؟ يعني يجب أن يدرك الناس أن هناك دولة. أنا أحيي يعني مقاومة مأرب ورجال مأرب ومحافظ مأرب يسعون الآن بكل جهودهم لإصلاح يعني محطة الكهرباء، منظومة الكهرباء، نعم، وعودة الكهرباء. هنا الفارق، هذه ميليشيا سيطرت على بلد ووضعت يدها على حكم الدولة، ومع ذلك لم يعنيها معاناة الناس، مع أنها يعني قامت بانقلابها يعني باستغلال شعارات المعاناة الناس ومعروف إسقاط الجرعة وما إلى ذلك. طيب، وضحت الفكرة. الآن ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور عبد الملك اليوسفي، الكاتب والمحلل السياسي من مدينة تعز. مساء الخير دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك في برنامج إعادة الأمل. اليوم نتحدث عن الانتصارات الجديدة التي حققتها المقاومة في مدينة الجوف تحديدا، والتقدم أيضا غربا باتجاه مدينة حرض والحديدة. ما هي قراءتك الأولية لهذه التغيرات؟ هو الملاحظ الآن على سير الحرب في اليمن، يعني يبدو أن قيادة التحالف تتصرف بحكمة، هي تعرف مدى الترسانة العسكرية التي يعني تملكها ميليشيا الرئيس السابق عبد الله صالح والمخزون البشري المضلل به والمغرر به، وهي تعرف أن أي انتصار سريع وحسم سريع المعركة سيتبعه حرب استنزاف طويلة، وبالتالي أعتقد أن التحالف تتصرف بذكاء وتبدأ بحرب الاستنزاف قبل بدئها، والأهم من الاستنزاف للعتاد والمجهود البشري هو فتح الوجه الإجرامي للميليشيات والعصابة، ويعني ووائد البيئة الحاضنة، يعني الآن الذي يحصل من الإجرام الذي يعني خلال حرب الاستنزاف الحالية الآن من قبل العصابة، يعني جعلت أقرب المقربين لها غير متفائلين معها، حتى وصلوا أنهم يشحتوا المقاتلين بالميكروفونات. القبائل التي كانت يعني معروفة كلاسيكيا أنها واقفة معهم أصبحت في ظل الوجه الإجرامي الذي يعني انكشف خلال حرب الاستنزاف الاستباقية. يعني هي الآن أصبحت تبحث عن لحظة الحقيقة لتنهار أطابع يعني أحجار الشطرنج. أعتقد أنه
الايام القادمه ستشهد بالونات اختبار حلم صنعاء، لانه المعركه الرئيسيه هي معركه صنعاء. كل المعارك في الاطراف لا تعني شيء، والمعركه هي ليست معركه مجرد تحرير مدينه او مدينه او كذا. المساله معركه اعاده هويه اليمن الى الهويه العربيه السليمه، تحرير اليمن من هيمنه عصابه، تحرير اليمن من العنف الذي الان اصبح مقلق للوجود الخليجي. اليمن الذين يتحدثون الان عن ايقاف الحرب، متى كانت اليمن في غير حرب؟ انا عمري الان 40 سنه لا اعرف ان اليمن خرجت من الحرب الا في فتره حكم الحمدي فقط، والا بقى بعدها كلها لا تمر سنتين دون ان يكون اليمن في حاله حرب معلنه. طيب الان بعد هذه المعركه، وانت تتحدث عن صنعاء وان المعركه الحقيقيه هي معركه صنعاء، وقبل ايام انا استضفت هنا احد الباحثين وهو يتحدث ان صنعاء احتلت من قبل الميليشيات الإمامية أكثر من 34 مرة تقريبا، ولم تحرر إلا مرة واحدة في عام 66. ما هو السيناريو؟ هل يمكن أن تتحرر صنعاء معركة عسكرية، أم يمكن أن يتكرر سيناريو 21 سبتمبر ويتم الدخول إلى صنعاء من قبل الجيش والمقاومة الشعبية كما دخل الحوثيون بدون أي مواجهات؟ أعتقد أنه يعني حتى هناك بعد آخر غير مسألة التحرير الجغرافي للمدينة. يعني الآن الذي ينظر إلى الحرب في اليمن، يعني هناك ضخ للتظليل كثير، ويعني وحتى نكون منصفين في التعاطي مع الواقع اليمني ومع طبيعة الحرب الحالية، دعونا نتحدث بمنطقية. يعني سبب الحرب الحالية الآن أن هنالك عصابة اغتصبت السلطة، سواء بشكل انقلابي فد لاستعادة السلطة هذه الذي كانت بيدها، والتي ترافقت معنا مع ثنائية نهضة الثروة. استقوت بالسلاح واستقوت بالتجيش. هذه العصابة تستند أو تتكئ على التحرير الطائفي لتجيش المغفلين دون لاستمرارها، سواء في حروب دفاعها عن استمرار اغتصابها للسلطة، أو في حروبها العبثية لاستمرار حالة الرقم على السعاديين لتستمر في اغتصاب السلطة ونهضة الثروة. بالتالي الآن المسألة مسألة الحرب ليس مجرد حرب لاسترداد جغرافيا، بقدر ما هي تحرير اليمن من هيمنة هذه العصابة التي يعني تنهبت السلطة وجعلت اليمن على شفا بركان. يعني أصبحت اليمن الآن بدل ما كانت اليمن السعيد، أصبحت اليمن قلق، مصدر قلق للعالم، مصدر قلق للإقليم. اليمني خسر أحد أبناء أحد الرعية، قال أنا لم يمر علي أسبوع لهم كيف البر، يعني من الله يعرف نفسه. يعني القصة أن هنالك حرب مستمرة في اليمن، ودعونا نتحدث عن الخيارات، وهو رد على الذين يتكلمون عن السلام، على الجهود الأممية التي تصب في غير إيجاد السلام الدائم، التي تصب في إنعاش عصابة يعني اغتصبت السلطة وحيشت اليمن في حالة عنف كامل. ودعوا تكون الأرقام هي التي تحكم القرارات. يعني الآن قدامنا خيارات: استمرار الحرب حتى الانتصار على هذه العصابة ووعد شأفة الفتنة، وهدف اليمنيين أنه وعد التحرير الطائفي الذي أصبح سرطان يهدد الأمن في اليمن وفي الإقليم. لو كانت أوروبا تعاملت مع نازية هتلر بحلول وسطية لما كانت وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من حالة الاستقرار والأمن. في مثل هذه السرطانات ضروري أن تقطع السرطان، لأنه المهدئات لا تشفي من السرطانات، وإنما تمنحها فرص للتبدد. هذا الخيار الأول، استمرار الحرب. الخيار الثاني أن نذهب في حالة سلام وحلول، وهذا الكلام الفاضي. دعنا نأتيكم بالأرقام. اليمن خلال سنة الآن من بداية الانقلاب السابق الفد يعني قتلت 20,000 نفس. لكن دعنا نتحدث عن الحروب الأخرى. هذا حرب يسمى حرب دفاع عن السلطة. طيب نعم أدخل تنفعني أستاذ أحمد. ايه اسمعك بوضوح. الو واصل دكتور، اسمعك. الو دكتور احمد. ايوه اسمعك يا دكتور. انا اسمعك بوضوح. طيب تفضل. ايوه كذا الان. دعني استكمل فقط استاذ لتتضح الصوره ردا على اولئك اللاشطون الحقوقيون ومنظمات المجتمع المدني. طيب. التي تحاول خدمه المافيا لصنع حاله لا سلام وحاله العنف. تريد أن تصنع العنف الدائم بحث عن مهم السلام المؤقت. يا سيدي إن كنا خسرنا 20,000 الآن، مستعدين نخسر بعدهم 100,000، ونؤسس لمستقبل الأجيال اليمن لمستقبل سلام دائم بعيد من العنف. عندما نتحدث فقط عن إحدى الحروب العبثية لاستمرار الرقص على الصهاينة، 6 حروب خلال العقد الأول من الألفية الثانية، كانت الحروب الستة في بغداد، يعني كانت حرب عبثية فقط لاستمرار الرقص على التعاون، استمرار اغتصاب العصابة للسلطة،
الوقائع تقول ان اليمن خسرت 60,000 من الجيش من الفرقه الاولى مدرعه ونزلوا من المقاتلين الحوثي ومن المواطنين، يعني خلال يعني بمعدل 15,000 شخص يقتلوا سنويا في حرب فقط في 6 حروب عبثيه. هنالك حروب اخرى، دعنا نتكلم عن تلك الحرب العبثيه عن ملابسها التي يعرفها الجميع. كان القائد الميداني للقوات الحوثيه محمد عبد السلام يقدم ويجلس في مكان احمد علي عبد الله صالح في صنعاء، لن يكتشف الان اخيرا انه ضابط من حرس الدور الذي يقوده احمد علي عبد الله صالح، والذي كان يقدم هو الجيش الاخر الذي مضروع من كل المناطق. القصه الاخرى ان عضو البرلمان عن المؤتمر الشعبي العام الحاكم هو الذي ينقلب لولا ان جوال يعني فعل حركه خارج الاطار ولم يسمع الاوامر من صنعاء وذهب وقتل حسين الحسين، كان حسين الحسين والذي تكلم عنه رئيس عبد الملك الحوثي. هذه الحروب العبثيه الان حان الوقت لاستئصال السرطان، حان الوقت لصلح سلام دائم في اليمن لتصبح اليمن جزء من المنظومه الخليجيه، جزء حامي وليس مصدر قلق. طيب انتقل معك يعني، وانت يعني افهم من كلامك بشكل واضح انه لابد من معركه حصر بشكل نهائي لاستئصال هذا السرطان. انتقل معك الى محور اخر وهو محور الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. واضح ان هناك محاوله للاستفاده من هذه الفعاليه الاجتماعيه الفعاليه الدينيه لاغراض سياسيه، للترويج لافكار معينه للحوثيين، ايضا لفرض اتاوات على المواطنين. كيف تقرا تعامل الحوثيين مع هذه المناسبه؟ يا سيدي يعني هناك من يتحدث دينيا ان الاحتفال بالمولد النبوي بدعه، الكلام في اليمن المساله ليست بدعه، هنالك اساءه جسيمه لشخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم تصل الى حد الاجرام التي تستحق العقاب القانوني. تحويل شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمه للعالمين جاء برساله لانقاذ العالم الى شخص يغالط العالم برساله لاجل ان يورث الحكم لذريته، هذه جريمه غير عاديه حقا للنبي صلى الله عليه وسلم. بدات حركه النفاق الفارسيه من زمان، يعني من البدايه لتنميه الحنفاء، ودعنا نتحدث عن اليمن. اليمن يا سيدي دخل اليمن 6,000 مجرم من السجون الفارسيه مع سيف بن اليزن، لا توجد اسره في اليمن تنسب لاحفاد اولئك المجرمين. ثم نتحدث ان الاحباش قل الذين بقوا بعد الابابيل، اصبحوا الان يشكلوا اكثر من 1,000,000 شخص في اليمن، وكانوا مئات الاحباش كانوا يتحدثون عن مئات بينما هنالك 6,000. هؤلاء احمد المساجين هم الان زوروا انسابهم وقالوا كان ابناء الحسين، في حين ان الواقع التاريخي ان الحسين قتل مع كل ابنائه وما بقي الا ولد فيه شك، يعني يسمون امه ام الولد. بالتالي كيف اصدق ان واحد شخص بعد 100 سنه من وصول 6,000 يناسب كل هذه الذريات اللي هم من ابناء الحسين؟ يا سيدي هنالك ضحك على الدقون من اجل اغتصاب السلطه باسم حاجه تحرك عواطف الناس. صنع الايديولوجيا الخادعه، النفاق السياسي الذي تمارسه حركه النفاق الفارسيه التي عدوها الاول عمر بن الخطاب لانه هو من اسقط حكمهم، وهم يريدون اعاده الامبراطوريه الفارسيه، ولذلك تجد الحرب مفتوحه على الخليج الفارسي والخليج العربي. يعني القصه وما فيها هنالك حرب، ثوره ضاده للثوره التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لانقاذ البشريه من الجانب لتحويل هذه الثورة لاقتصاد السلطة. طيب شكرا لك دكتور عبد الملك اليوسفي على هذه الإيضاحات، وأعتذر نظرا لضيق الوقت، وأعود إلى ضيفي الكريم أستاذ زايد جابر. وربما طالما وقد دخلت مع الأستاذ والدكتور عبد الملك اليوسفي حول المولد النبوي، أدخل معك أيضا وأسألك عن يعني كيف يستخدم الحوثيون هذه الفعالية للترويج لأفكارهم، لتقديم أفكار مغلوطة، أيضا كما قلنا لي إتاوة الناس وأخذ أموالهم. يعني أنا مع ما قاله الدكتور أن أخطر ما في هذه الاحتفالات الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أتذكر أني كتبت عدة مقالات قبل سنوات تحت عنوان موسم الإساءة إلى النبي وآله، يعني تبدأ من المولد النبوي ثم كربلاء ثم يعني هذه المناسبات. يعني ربما دعنا بعيدا عن مشروعية وبدعية الاحتفال بالمولد، المسلمين يحيون هذه المناسبة بطريقة يعني أن يعني كانت إذانا بميلاد نبي الرحمة للعالمين. هؤلاء يطرحون الأمر ميلاد جدنا، هكذا يقولون، يعني ميلاد مؤسس الحكم لنا.
يعني هناك نوع من الاختطاف لرمزية النبي والإساءة إليه في نفس الوقت. يعني تصور قبل عامين تقريبا في 2012 كانت الاحتفالات في صعدة وكان الترحيب بالضيوف بالمناسبة أهلا بكم في مدينة ابن رسول الله، يعني نعم نحن هنا، حتى يا رجل حتى اللوحات يكتبون آية قرآنية وفيها سورة عبد الملك الحوثي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سورة عبد الملك الحوثي. يعني هناك محاولة يعني فعلا إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وتصوير رسالته على أنها جاءت من أجل أن يؤسس حكما وملكا لهؤلاء المجرمين القتلة بحجة أنهم أقرباء وما إلى ذلك. هذه إساءة بالغة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة هم منذ زمن هي محاولة يعني لتشويه صورة النبي. يعني تذكر أنه حتى في الكتب، يعني أمير الشعراء أحمد شوقي يتحدث بالمناسبة: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، ثم يقول: وتركت بعدك للأنام حكومة لا سوقة فيها ولا غوغاء، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لواءها أكفاء، الدين يسر والحكومة بيعة، والأمر شورى والحقوق قضاء. هذه الأبيات كانت تزعجهم جدا، حتى أن مجد الدين المؤيدي رد عليه بقصيدة، يعني كيف تقول أنه يعني الأمر شورى وأنه والناس سواء؟ لا حقنا. هذا حقنا وذا جدنا، ما احنا شحنا وانتم سواء، هكذا. ويعني يقول هذه دعوة ماركسية، الدعوة لأن الناس سواسية. يعني وكانت الاحتفالات بصورة مصغرة، ثم أصبحت يعني هي بشكل سياسي، يعني احتفلوا هذا جدنا، ومن رفض أنت معك موقف من النبي، من يكرهنا فهو يكره النبي، هكذا يتم اختزال هذه الدعوة والرسالة. لولا أن الناس والحمد لله يعني أصبحت لديهم، يعرفون أن هذه الجماعة لا علاقة لها بالتدين الحقيقي، ولا علاقة لها بربط الناس بالله سبحانه وتعالى حتى تاريخيا لا يهمهم. ولهذا أنت تلاحظ مثلا تعاملهم بازدراء مع المساجد، لأن المساجد تربط الناس بالله. يعني أنا لا أقول فقط أنهم يفجرون مساجد الخصوم، لكن حتى المساجد التي تقع تحت نفوذهم وسيطرتهم مهملة، ويعني هم لا يريدون الناس يرتبطوا، في حين أن هناك اهتمام بالأضرحة والقبور، يريدون للناس أن يعني أن يرتبطوا بهم. يعني هذا يعني، وأضف إلى ذلك يعني تصور أنه الآن بعد أن أصبحوا دولة أصبحت هناك فواتير وأصبحت سندات. هناك سندات يعني باسم الرسول تصرف لهم أموال، وهناك من أثرى، يعني هم تاريخيا حتى أجداد أخذوا أموال اليمنيين باسم هذه الموالد، باسم هذه المناسبات، باسم يعني أبناء الرسول، يعني جعلوه مجالا حتى في الصور، حتى في السوق السوداء. ولو قاطعتك، يعني ممكن الزميل المخرج يعرض صور السوق السوداء وهم يعلقون يعني شعارات المولد النبوي والشارات الخضراء كدلالة واضحة أن هذا السوق السوداء رسمية ومعتمدة ويتم يعني الاستفادة منها. نعم هو يعني المسألة الآن، ثم يعني كان الأمر لم يكن مألوفا باليمن، يعني هناك خلاف تاريخي حول جواز أو عدم جواز إحياء المولد النبوي. القائلين بالجواز كانوا يجتمعون في المسجد يصلون على النبي ويذكرون سيرته، هذا هو الاحتفال الذي عرفه اليمن تاريخيا لمن قالوا يعني بعدم بدعية الاحتفال بالمولد. لكن بالطريقة هذه، بالطريقة التي يعرضها الحوثيون، يعني هذا عبث بالدين وعبث بالدولة وبأموال الناس ونوع من الاستعراض العسكري وبالسلاح، يعني وكأنهم يماحكون الناس، هذا جدنا وهذا من أسس ملكنا وهذا من أسس لنا الحق الإلهي. يعني هناك محاولة للتماهي، وهم يقولون ذلك يعني في كتب التراث الأئمة، أنه يعني لا فرق بين الإمام يعني الذي هو من ذرية علي وبين النبي، يعني كان يقول الإمام الهادي: ويعني لئن أطعتموني، والله لئن أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصه، يعني أنا والرسول سواء. وبالتالي يعني هذا جدي، حتى يعني يلاحظ في كتبهم يقولون: وقال جدنا، دون أن يعنوا بتحقيق الحديث. أو حتى قضية جدنا فيها نوع من الاستهانة بمقام النبوة. الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. يا أخي، هي حكمة إلهية أنه النبي صلى الله عليه وسلم قبض الله أولاده
وهم صغار. لو أراد الله أن يكون له ذرية من صلبه لجعل له ذرية، يعني لأبقى أبنائه يعني، لكن الله أراد أن يكون يعني رحمة للعالمين. يعني تخيل ما يحدث اليوم من تنازع باسم النبي، كيف لو أنه كانوا أولاده وأولاد أولاده. يعني هناك من لم يستوعب الرسالة المحمدية، أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى ليؤسس ملكا، ثم يعني الأنبياء بشكل عام، يعني نوح كان ابنه كافرا قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إبراهيم كان أبوه يعني كافرا، النبي عمه مات كافرا. يعني هذه كلها تؤكد أن المسألة مسألة عمل وليست مسألة نسب، لكن هؤلاء للأسف الشديد أنهم أساءوا إلى كل القيم الدينية. يعني الإشكالية أن هناك بالفعل هي مدخل يعني يكسبون من خلاله، يعني هناك ثقافة، هناك ثقافة يعني لكسب الناس وترويجهم وحشدهم باسم الدين وباسم النبي وباسم المولد. تاريخيا هل هناك ارتباط لهذه الجماعة بهذا الاحتفال بهذه المناسبة، أم أنها حالة جديدة تم استحداثها من أجل صناعة لافتة إعلامية لاستعطاف الناس والحشد الجماهيري ثم ظهور يعني في الحقيقة الاحتفالات بالشكل بالصخب الموجود اليوم هذه الاحتفال بالمناسبات بالنسبة لهذه الطائفة؟ يعني أنا أقول الاحتفال بالمناسبات الشيعية يعني هي ربما كانت علامة للشيعة الاثنى عشرية في العراق وفي إيران وما إلى ذلك، بما في ذلك يعني مقتل الحسين والمولد النبوي وغيره. لدينا كان الأئمة يحكمون وكانوا يستغلون هذه المناسبات لتأكيد أحقيتهم بالسلطة. يعني قالوا الإمام يحيى كان يخرج يحتفل بيوم الغدير ويقول هذا يوم صقل الإمامة، يعني هذا يوم استحقاقنا للإمامة، فكانوا يذكرون بها لكن ليس بهذه الطريقة. حسين الحوثي أدخل الاحتفالات على الطريقة الشيعية الاثنى عشرية مع الاحتفاظ ببعض الخصوصيات اليمنية. يعني مثلا الحشد في يوم الغدير كان هنا يتم ضرب السلاح، ربما هذا لا يوجد حتى في العراق وفي عند الشيعة الاثنى عشرية، لكنهم كانوا حتى يعني هناك جبل في صعدة يضربونه ويقولوا هذا معاوية وما إلى ذلك، وهو نوع من التدريب، وكان يقول لهم يأخذوا سلاح ويشتروا سلاح، يعني نوع من الحشد. يعني هذه الجماعة تستخدمها نوع من استمرارية الحشد، يعني ما إن تخرج من مناسبة إلا ودخلت بمناسبة أخرى. يعني هم أحيوا المناسبات الشيعية الاثنى عشرية بالطريقة الاثنى عشرية ثم أدخلوا عليها، يعني أضافوا مثلا زيد بن علي لا يحتفلوا عند الشيعة الاثنى عشرية، أضافوا أيضا حتى الآن بدأوا يتحدثوا عن يوم دخول الهادي وهو يوم النكبة، يفترض هو يوم النكبة على اليمن واليمنيين يوم دخول هذا الرجل الذي مزق يعني اليمن، وإلى اليوم حتى كانت اليمن منارة من منارات السنة. ربما لا يتذكرون الناس أن الإمام الشافعي رحمه الله قال لا بد من صنعاء وإن طال السفر، يعني كان يريد أن يذهب إلى هجرة من هجر العلم، هجر أهل الحديث في دبر، تسمى هجرة دبر موجودة في سنحان محافظة صنعاء مسقط علي عبد الصالح. نعم، هذه الهجرة العلمية التي كانوا يقصدوها طلاب العلم والحديث من أنحاء العالم الإسلامي، جاء الهادي وقضى عليها. مشروع الهادي أن الله جعلني حاكما عليكم فأتوا للقتال معي، وخصوصا أنه لم يكن يهدف إلى حكم اليمن فقط، ولا زال الأئمة هم يرون أنفسهم أحق بحكم العالم الإسلامي، ولهذا كانوا يرون اليمن منطلق للقتال في العالم. يعني أنا أقول لو أن هناك من يقرأ تراث هؤلاء وما قدمه اليمنيون، نحن مدينون للأمة الإسلامية بكلها أن حجزنا هذه الفكرة العنصرية المتطرفة يعني الدموي. يعني يا أخي هم يرون أن قتال المسلمين الذين نازعوهم وأخذوا عنهم الخلافة أولى من قتال اليهود والنصارى والمجوس، هكذا يقول الإمام الهادي وكل الأئمة. ولهذا هات لي إماما زيديا أو شيعيا عبر التاريخ قاتل غير مسلمين، يعني هذا أمر واضح وجلي. لا يرون يعني أن خصومهم إلا المسلمين، يعني حشد الناس بهذه الطائفة على أنه هؤلاء هم خصومنا، هؤلاء من حاربوا النبي، هؤلاء من قتلوا علي، هؤلاء من قتلوا الحسين، وبالتالي كل من عارضهم هم الحسين وهم علي وهم النبي، ومن عارضهم فهو يزيد وهو معاوية، وهكذا يتم الحشد، حشد الناس وحشد أتباعهم يعني تاريخيا. ولهذا
هذه المناسبات هي مهمة. يعني أنت تلاحظ أنهم يوم يعني احتفلوا بيوم الغدير، ثم أربعينية الحسين، ثم تأتي المولد النبوي، ثم يأتي ذكرى زيد، ثم يعني يظلون يعني طول العام في استثمار لهذه المناسبات. نعم، وهذه الفعاليات هي استثمار، أولا استثمار سياسي وفكري ومذهبي وشحن عقائدي وحتى مالي. يعني هناك ناس يثرون الآن صحيح. يعني باسم المولد النبوي ويأخذون من كل التجار من كل والناس بهذه الحالة. يعني كنت أقرأ لأحدهم، بعث رسالة لأحد العلماء يقول هل يجوز، يعني أنا لا أجد ما أعالج به أطفالي، وهؤلاء يقولون إذا لم تتبرع للمولد فأنت يعني لا تحب الرسول. يعني يقول لهم يعني هل هذا يرضي رسول الله أننا لا أجد ما يعني أعول به أطفالي، ما أعالج به أطفالي، ثم أدفع من أجل وإلا فإني لا أحب الرسول؟ يعني هناك فعلا إساءة إلى الله وإلى الرسول وإلى يعني الإسلام بهذه الطريقة. لكن مفهوم الدين والتدين لديهم هو هكذا. أنا قلت يعني هم إذا كان الإسلام جاء يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه الحركات تريد أن تعيد الناس إلى عبادة أشخاص، إلى عبادة أسرة وسلالة. يعني إذا أنت، بل أنا أقول أن كبار أئمتهم أصلوا لذلك. الإمام القاسم الرسي وهو جد الهادي وأحد رموزهم الكبار وكتبه تدرس في صعدة، يفند بمنطق كبير الذين يقولون أن الصلاة عمود الدين. يقول ليست الصلاة عمود الدين، يعني الصلاة تسقط عن الحائض وعن النفساء وعن النائم وعن عدم البالغ يعني الذي لم يبلغ وكذا وكذا، وليس الصوم، لأن الصوم يعني شهر بالسنة، وليست الزكاة لأنها تسقط على الفقير، ولا الحج الذي هو في العمر مرة. ليست أركان الإسلام هي عمود الدين، إنما محبتنا نحن وطاعتنا آل البيت هي عمود الدين التي لا تسقط على صغير ولا كبير ولا مريض ولا مكلف ولا غير مكلف. هكذا يؤثر لهذا. ولهذا أنت تلاحظ أن بعضهم يعني كبار من يدافعون عنهم، رئيس تحرير صحيفة اليمن اليوم، يقول الإرهاب في الكتاب والسنة، لا تجد حوثيا واحد ينتقد على ذلك. بل بعضهم ربما ظهر في قناة المسيرة ويقول يعني الله ما يأكل عيش، قال كذا، قال جالسين يقولوا يا الله انصرنا، الله ما يأكل عيش. لم يرد عليه حتى أحد ويقول أسات، لكن لن يجرؤ أحد أن يقول حتى حسين الحوثي دون أن يسبقه بكلمة السيد. عندما علي المخيطي تنازل عن كلمة السيد يعني لم يعد يقول السيد، أصبح ناصبيا وعدو الله ورسول. لكن أن تسيء حتى إلى الله وإلى الرسول. وعلى فكرة هذه أثارها الإمام، حتى الإمام الشوكاني تحدث عنها، قال كانوا إذا أرادوا أن يبطشوا بأحد علماء السنة المخالفين لهم يشيعون بين العوام أنه أساء إلى الجناب العلوي. يعني تخيل الأئمة السابقين كانوا يقولوا فلان أساء إلى الجناب الإلهي. يعني أنت تقول أنك ترى الله، أنك تقول، قالوا مشبه كذا، أنك يعني فيقولوا أساء إلى الله. مع الوقت ومع الضخ الإعلامي من أجل البيت لم يعودوا يقولوا، قال لم يعودوا يتهموا أحد، مع أنه بإمكانهم أن يتهموه لأنه سني، يقولوا أساء إلى الله لأنه يقول أن نراه أو كذا. قال إنما يقولون الجناب العلوي لأن ما رسخوه في أذهان الناس أن الجناب العلوي أصبح أهم من الجناب النبوي والجناب الإلهي. لا تجد حوثيا يستطيع أن يسيء إلى عبد الملك أو يذكره بغير لفظ السيد، في حين أن تجده يسيء إلى الله وإلى الرسول علنا وفي قنواتهم دون أن يقول له أحد. شكرا لك أستاذ زايد جابر الكاتب والباحث اليمني على هذه يعني الشرح الممتع والسلسلة التاريخية التي تفضح هذه الجماعة و تعريها أمام الرأي العام. أشكركم أيضا مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، ألقاكم غدا في نفس التوقيت. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله. عشت إيماني وحبي سرمديا، ومسي فوق دربي عربيا. عشت إيماني وحبي سرمديا، ومسي فوق دربي عربيا. وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا. رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي.